قلت ان ايه صاحبه البيضات اثناء سريان عقد الزواج، لان ده مهم جدا. ودي كانت حقيقه الفتوى اللي اصدرها فضيله استاذنا فاضل رحمه الله العالم الجليل الاستاذ دكتور الشيخ جاد الحق، جاد الحق عليه، جاد الحق في سنه 80. واحنا ما زلنا الى الان دكتور جمال، وده سؤال طبيعي اي مواطن ممكن يساله، يعني مش تخصصي في الدين قوي، ان كل ما هو له علاقه بالتطور والتقدم في مجال العلم لازم نرجع ليه بفتوى، لازم ناخد فتوى. نعم حضرتك، احنا ولدت اول طفله انابيب في العالم في 25 يوليو سنه 1976 اللي هي لويس براون في انجلترا. ابتدينا احنا في المجال الطبي حتى المتخصصين في علاج العقم، هل من الممكن اجراء مثل هذه العمليه؟ ما بقيناش مصدقين. وبعدين لما ولدت طفله لويس براون قلنا اذا هناك طريقه لعلاج مثل هذه الحالات. ذهبت الى فضيلة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وقلت له ما رأيك فضيلة المفتي، كان في ذلك الوقت مفتيا، ما رأيك في هذا العلم؟ فقال لي اشرح لي بالتفصيل يا دكتور جمال. فشرحت لفضيلته كل حاجة بالتفصيل، وقال لي طب سيبني وأنا هأدرس الموضوع وسأصدر فتواي في هذا، ده قبل ان نستطيع ان نقدم على انشاء مركز اطفال انابيب. وده كان العالم سابقنا فيه بكتير. لا يا فندم، هو كان انا رحت لفضيلته في نهايه سنه 76، يعني بعد حوالي 6 أشهر من ولاده اول طفله انابيب. مش كتير. لا مش كتير. فاصدر سيادته الفتوى في مارس سنه 80، وكانت هذه الفتوى شامله جامعه، وتناولت ليس الممارسات التي كنا نعرفها في ذلك الوقت، لكن تناولت ممارسات لم تكن موجودة على الساحة سابقة. سابقة تكلم فضيلته عن التبرع بالبيضات، التبرع بالأجنة، العلاج بالجينات، تغيير الصفات الوراثية، الأم الحاضنة، التبريد، تشخيص الأمراض المختلفة، اختيار جنس الجنين. هذه الممارسات لم تكن موجودة في ذلك، وده إذا دل، إنما يدل على أن عالم الدين إذا أمديته حضرتك بالمعلومات الصحيحة القيمة تكون فتواه مؤيدة مؤيدة للتقدم العلمي وليس عائقة للتقدم العلمي على الإطلاق. واللي بنلاحظه دلوقتي أنه هو من الفتاوي التي تصدر من هم ليسوا أهل للفتوى، نتيجة أن معلوماته مبنية على معلومات خاطئة، معلومات ليس موثوق بها، وبالتالي يصدر الفتاوي التي تظهر للعالم أن الإسلام ضد التقدم. أنا بروح مؤتمرات كثيرة، وسعادة الأستاذ الدكتور محمود يعرف، في مجال الأخلاقيات البيولوجية، وبتكلم عن ضوابط وأخلاقيات الإخصاب الطبي المساعد في العالم الإسلامي. ولما بقول رأي الإسلام في هذا، الناس بتفتح بقها، ياه الإسلام كده متفتح أوي كده، الإسلام متقدم كده، في فتاوى بتجيلهم وبتنشر ومنتشرة جدا لناس تحسسك إن احنا لازم نقعد متخلفين. بالظبط كده، بالظبط كده. فهو ده اللي احنا بنقوله الحقيقة. فالتقدم الهائل ده دوت لم يكن ممكن إلا عندما حصلنا على الضوء الأخضر من الأزهر الشريف وأيضا من الكنيسة القبطية، وبناء عليه فتحنا أول مركز أطفال أنابيب في جمهورية مصر العربية وفي الشرق الأوسط الحقيقة. وافتتح في عيد الأم في 21 مارس سنة 86، واخترنا والحمد لله ربنا وفقنا في ولادة أول طفلة أنابيب اللي هو هبة الله في يوليو سنة 1987، يعني بعد حوالي سنة من افتتاح المركز الحقيقة.